يعطيها العافية أستاذة هالة كاظم، كانت هذه آخر فقراتها صراحة، ما قصرت حق شاي الضحى، قدمت لنا هالفقرات الجميلة، فشكرا لها، أشكرها ووصل لها تحية. والحين مع اقتراب شهر رمضان المبارك علينا أن نستعد بشكل كامل لاستقبال هذا الشهر الفضيل نفسيا وصحيا، ونركز على الجوانب الصحية وتحديدا صحة وسلامة الأسنان. وسرنا اليوم أن نستضيف الدكتور عدنان عادل أشكناني، طبيب أسنان ورئيس اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية. يا هلا فيك معنا في شاي الضحى. يا هلا، يعطيك العافية دكتور. يعني موضوع وايد مهم نتكلم فيه قبل شهر رمضان الفضيل إن شاء الله. عادة نهتم بصحتنا المفروض طوال السنة، ولكن خلينا شوية نركز بهالفترة هذه. دكتور، ايش كثر مهم إني أنا أفحص أسناني بين فترة والثانية؟ طبعا بداية صبح عليكم وعلى المشاهدين. صباح النور. دائما مثل ما تفضلتي، الاهتمام بالأسنان ما يقتصر على فترة معينة، لكن شهر رمضان له خصوصية من ناحية الأكل، لأن الفم يتأثر بموضوع الأكل، وإحنا ما شاء الله برمضان الحلو دكتور ناكل زيادة، والمفروض واحد يمتنع عن الأكل، إحنا قاعدين ناكل زيادة وننوع في الأكل. شوفي، الفترة الطبيعية أو المفروض أن الواحد يفحص فيها أسنانه اللي هي مرتين في السنة، دائما نفضل أنه قبل شهر رمضان الواحد يشيك على أسنانه على نفسه، مثل اللي واحد يبي يسافر يشيك على سيارته، خلنا لما قبل رمضان يشيك على أسنانه وكذا، يقوم مثلا بعملية تنظيف على أساس أنه يستعد لهذا الشهر، هذه تكون خطوة جيدة. يعني بالفعل دكتور، شنو الأشياء اللي ممكن تضر الإنسان في رمضان، خصوصا أنه في ناس يعني وايد يسألون نقدر نفرش في المعجون ولا ممكن يفطرنا ولا كيف، يعني ممكن يكون عندهم تخوف، ففي كثير من الناس يستخدم المسواك، فشنو تنصحنا نظام النظافة أو نظام العناية في النظافة في شهر رمضان؟ شوفي، احنا طبعا ما نبي ندش بالجانب الشرعي، لا لا مو جانب الشرعي، شلون تنظيم احنا اللي يهمنا مثلا عندنا احنا وجبتين في رمضان. نعم. ما بيتكلم على الوجبات، فطور والسحور، هذا المفروض. ايه؟ الفطور والسحور دائما نفضل انه يصير التفريش بعد الفطور وبعد السحور، ونهتم في الفتره اللي هي ما بعد السحور على اساس انه يستعد الواحد للصيام، تكون بالتفريش واستخدام الخيط، وممكن استخدام الغسول الفموي اللي يكون يحتوي على ماده الهيدروجين بيروكسيد اللي هي مثلا الماء الاكسجين يسمونه. هذه الماده لازم تكون موجوده في الغسول مفضله. ليش؟ أي. لان هذه تقضي على الجراثيم اللاهوائيه. نعم. اللي هي تكون مسؤوله عن الرائحه، لان دائما شكوى الصايم ان رائحه الفم اللي هي تي سواء من بقايا فضلات الطعام من الفم او من أبخرة المعدة. يعني خلال الصيام في انه يتمضمض في هذا الغسول؟ لا، هذا احنا هذا قبل السحور. اي، بعد السحور. يعني اذا الواحد اهتم بشكل جيد بعملية التفريش والمضمضة بعد السحور، ممكن تعينه على الساعات اللي جاية. طيب دكتور، خلينا بهالجزئية هذه بس عشان نفصل فيها، الغسول هذا اللي يستخدمه بعد السحور طوال شهر رمضان ما راح يأثر عليه مثلا، ما له أعراض جانبية انه مثلا زاد منه، أو ممكن يستخدمه على طول يعني، ولا ما يأثر على في ناس مثلاً؟ يستخدمون، احنا نستخدمه حق الأشخاص اللي عندهم رائحة الفم الكريهة، فهذا نوع خاص من المضامض، وممكن أطباء الأسنان كلهم يعرفونه، ممكن يعني يوصون فيه. الشغلة الثانية موضوع الصيام اللي احنا يهمنا لما تفضلت الأخت على موضوع المسواج، اللي هو ترسب اللويحة الجرثومية أو البلاك، هذا يترسب سواء الواحد كلا أو ما كلا، عرفت شلون؟ حتى وهو مو ماكل. يعني احنا مثلا بعد الشر عنكم اللي يطيحون بالمستشفى فترات على مثلا بالعنايه المركزه او كذا، لما يصحى نلاقي طبقه من جير بكميات رهيبه، لان هذه عباره عن ترسبات من اللعاب، كان مو ضروري يكون في وياها اكل. اذا اسباب الجير هو من اللعاب، من اللويحه الجرثوميه، هذه تترسب بشكل يومي، يعني خلال من 5 إلى 8 ساعات ممكن تترسب، في ناس عندهم يكون ترسبها اكثر، فإزالتها هي اللي العامل الرئيسي في الوقاية من أمراض الأسنان والرائحة طبعا. طيب دكتور، يعني الأجهزة اليوم تطورت ما شاء الله، خصوصا ما يتعلق بالأسنان، فقاعدين نشوف أجهزة حديثة متطورة، عندكم أكيد أجهزة جديدة، نتكلم شوية عن بعض الأجهزة الحين حديثة بما يخص الأسنان واللثة أيضا. طبعا هو شوفي، في موضوع إذا برجع مثلا على سؤالك الأولاني اللي هو موضوع الفحص، احنا وايد صادفنا شغلة انه مثلا لما يجي الواحد يبي يفحص يرفض انه يسوي اشعة، هذه وايد تصير ترى صدق، فهذه الشغلة اللي
اللي دائما يعني احنا بالنسبه لنا يعني احنا ميكروسكوبات. اي عرفت شلون؟ صحيح. فبدون الاشعه لابد انه شلون راح اشوف السوسه مثلا ولا في مشاكل في العصب؟ تشخيصه خاطئ. صحيح. لابد انه يكون التشخيص جيد من خلال. نعم. من خلال موضوع الاشعه. دكتور بس عشان الاجهزه اللي قاعدين نشوفها اذا حضرتك. نعم. بس طالع قول لي عن هالاجهزه هذه وشنو اللي متطور فيها طبعا يعني. هذا اللي هي موضوع الاشعه الرقميه الجديده. احنا الاشعه اللي قبل كانت عباره عن اشعه واحماض تستخدم لتحميض الافلام، كانت شدتها جدا عاليه على المريض نفسه. على المريض نفسه. نعم. وعلى الطاقم وعلى المكان اللي قاعد تنوخذ فيه الاشعه. يصير تراكم الاشعه على مدى السنين مضر عالي. نعم. ويوصل لمرحله الضرر. مع تطور هذه الاجهزه تحولت الى الطريقه الرقميه اللي هي باستخدام الكمبيوتر، فشده الاشعه جدا قليله اذا بنقارنها مع الاجهزه اللي قاعد نستخدمها يوميا اللي هي عندنا مثلا من التليفونات وموجات الواي فاي وكذا، يعني ما تقارن بشكل كبير، خصوصا أشعة الأسنان. دكتور الحامل عادي ممكن أنها تسوي الأشعة هذه أو الطفل مثلا؟ شوفي عادي احنا ما في مشكلة. بالنسبة للحوامل بعد الشهر السادس ما عندنا أي مشكلة في أخذ الأشعة. لكن إذا اضطرينا خلال الأشهر الأولى في سبب يعني بسبب ما ألم سبب ولا شيء سبب قوي أو شيء، ممكن أن نغطي جسمها بالواقيات الحاوية على الرصاص. وممكن تأخذ الأشعة. يعني أنا دائما أضرب مثال أقول لا سمح الله حامل سوت حادث وانكسرت ريلها وكذا، دخلوا المستشفى ياخذون أشعة ولا لا؟ لازم مضطرين. صح. هناك وسائل احنا ناخذها في لوقاية هذه الحامل أو المناطق الحساسة بحيث انه يتم تغليفها واخذ. نعم. الاشعه يعني يديرون بالهم عليها بهالفتره هذه، لان عاده الناس تتخوف من الموضوع هذا. طيب دكتور يعني الشيء اللي الناس ما ادري ليش يعني عاده يحاتونه انه من يدخل شهر رمضان ما يحب انه يروح طبيب الاسنان، ما يحب يروح مكان اسنان، وخصوصا طبيب الاسنان ما ادري ايش بينهم وبين طبيب الاسنان، هو عاده طول السنه بس هني بعد زياده يمكن يخافون يفطرهم او شيء. الواحد اذا دش ماي بحلجه يمكن يتذكر انه صايم. شوفي زيارة طبيب الأسنان برمضان ما فيها أي إشكالية، يعني حتى الموضوع البنج ما يتعارض شرعا مع أي شيء ثاني. إذا عادي فيه وفيه وهو صايم إنه طبعًا يروح طبعًا يعالج. في ناس أصلا هم خايفين ترى تستغل فترة رمضان بأنه يكون النهار طويل وقاعد فاضي فيقوم بعلاج أسنان. هذا الذكي اللي عارف مصلحته عادي. وفي ناس اللي يجهزون نفسهم حق العيد مثلا. واحنا مثلا احنا عندنا بالعياده تكثر مواعيد الاطفال برمضان، الاهل يتسلون يعني قبل الفطور عندهم شيء فيجيبون يجيبون عيالهم الصغار اللي يكونون مثلا للحين ما ايه الاولاد الصغار ياخذونهم يودونهم. يعني لكن هم يظل دكتور ياسي بس يعني تريحهم وتطمنهم ان يظلون هم خايفين انه يروحون فتره الصباح للعلاج او حتى الكشف بعد. احنا في عندنا ناس يخافون طول السنه مو بس برمضان، بس هي ما فيها اي اشكاليه. يعني احنا نفضل طبعا ما نسوي بعض الجراحات اثناء الصيام. نسوي بعض الاجراءات مثل الحشوات، مثل احيانا حتى موضوع التنظيف بما لا يتعارض مع صيام الواحد. يعني في اجراءات وايد ممكن نسويها الواحد صايم. نعم دكتور ابي بس تعطينا كذي تيبس معلومات شنو ممكن الواحد يسويه من بدايه شهر رمضان لنهايه شهر رمضان حق اسنانه، ومفروض هو طول السنه اصلا مهتم فيهم ومعتني. شوف احنا نرجع مره ثانيه نفس الشيء، أهم شيء الواحد إذا دش شهر رمضان وما عنده أي مشاكل، لأنه ممكن الواحد تحوش حالة طارئة برمضان، وهذه أنا دائما أصادفها أول ثلاثة أيام برمضان استنفار، لأن الناس هجمت على الأكل والحلويات. ممكن عنده عصب أو شيء أو التهاب. إذا كان في شيء مثل نايم يصحى برمضان، أنا دائما أقول أول ثلاثة أيام استنفار عندي. فدائما ننصح ان الواحد يشيك قبل رمضان، واحنا عندنا عدد كبير من الناس اللي بالفعل يقول الله يخليك قبل رمضان ابي اخلص كل شيء. يعني هذا الشيء وايد وايد يعني الواحد يقدره يعني. يبي يرتاح برمضان ما يبي يروح الطبيب. العنايه ما قبل رمضان بانه يقوم بكل العلاجات المهمه خصوصا الجراحات وغيره، تبقى الشغلات البسيطه ممكن يسويها برمضان، والعنايه اليوميه اللي تفضلنا فيها اللي هي مثلا موضوع التفريش، استخدام الخيط، المضمضة،
ونرجع نقول مثلا يعني في وايد ناس يقول لك مثلا ان لا تاكلون حلو او شيء كثرون، لا يا جماعه هذا اللي اكلوا واخذوا راحتكم. القهوه عادي ما بس اهتموا باسنانكم. القهوه مع الحلو تقي اكثر بعد الفطور عادي. شوف ما تقدرين تحرمين الانسان من متعه الاكل، الاسنان تعاني برمضان بعد الفطور، بس ما يخالف الواحد خلي ياكل ياخذ راحته، بس بالمقابل يراعي اسنانه. يعني مثل ما الاسنان خدمتك بانك قاعد تاكل فيها، يعني تبي شويه عنايه ورعاية. صحيح دكتور. طيب بالنسبة حق الناس اللي عندهم مثلا لثتهم تنزف، هل يكون في مشكلة باللثة يعني؟ وإذا برمضان ممكن يزيد أكثر يعني مع الصيام؟ طبعا شوفي محتاجين أن نشخص السبب. دائما إذا عرف السبب لقينا العلاج، العلاجات موجودة. التشخيص الصحيح هو هذا، نزيف اللثة مرتبط ببعض الأمراض العامة بالجسم ومرتبط ببعض العادات عند الناس وبعدم التفريش او غيره، يعني في اسباب لامراض اللثه. وبالنسبه لي مثلا تشخيص امراض اللثه هذا يحتاج الى اخذ اشعه، نفس ما قلنا مثلا من البدايه ان الاشعه تشخص لنا احيانا وناخذ التاريخ المرضي مال الشخص. دكتور الاشعه ممكن تقول لك سبب نزيف اللثه؟ يعني ممكن طبعا اذا كان في احنا لازم نشوف اول شيء هل في تراجع بالعظم اللي سبب لنا التهاب اللثه، هذا ما يكشف الا بالاشعه. وسؤال ثاني، طريقه التفريش ممكن هم تسبب مشاكل؟ طبعا التفريش الخاطئ ممكن الحركه يسبب. السليمه هي حركه دائريه بالاسنان مثل ما علمونا قبل ولا هي غير؟ في حركه اللي هي زاويه 45 اللي يسمونها المعدله، عباره عن زاويه 45 باتجاه اللثه للأسفل بالنسبة للأسنان العلوية، وبالنسبة للأسنان السفلية زاوية 45 للأعلى. احنا هدفنا من التفريش شنو؟ اللي هو إزالة فضلات الطعام عن الأسنان. نوعية الفرشة دكتور تكون يعني نعمة. في ناس يفضلون نعم، في ناس يقول لك لا أبيها خشنة حسب لأن الخشنة هي اللي تنظف. أغلب الشركات حاليا ما قام يسوون الخشنة، وقفوها. يعني أنا دائما أضرب مثال أقول عندك صفحة رخام بالبيت يطاوعك قلبك تفركينها بليفه معينه ما تقدرين. نفس الشيء انت عندك المين الاسنان مصقول ولماع، اذا يتي له بفرشه خشنه راح تسببين فيه تآكل يعني حساسيه. هذا الدكتور اللي بس لا، اذا نعومه الفرشه ما راح تاثر على النظافه، يعني راح تظل يتنظف السن. طبعا طبعا يعني مجرد اي سطح أو أي جسم ناعم تجيبينه على سطح الأسنان راح يزيل اللويحة الجرثومية اللي هي البلاك. دكتور موضوع الفرشة وايد الصراحة موضوع مهم، لأن عادة لما تدخل يعني الجمعيات ما شاء الله الشركات عاد كل يوم قاعد تتفنن بالفرش، فتشوف أنواع كثيرة، مرات الواحد يستغرب هذه حق شنو وده إنه يجربها. في الفرش يعني هي قديمة ما هي جديدة، اللي عرفت اللي ممكن تتحرك بروحها بحركة دائرية تفرش الأسنان. شوفي هل هذه زينة حق الأسنان ولا تضر؟ هذه يعني أول ما تم صناعتها لذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. في ناس استسهلت الموضوع فيقول لك أنا حتى يعني صراحة ما يبي يحرك إيده. صراحة سهلة. بس أنا حسب يعني خبرتي المتواضعة يعني على مدى 23 سنة اللي طافوا، إن غالبية اللي يستخدمون الفرشة الإلكترونية ما يقومون بالتفريش بالشكل الجيد، لأن في بعض الزوايا تحتاج إلى فرشة يدوية، الطريقة اليدوية. ودائما إذا تلاحظونها تشترون الشغل اليدوي دائما أثمن من أكيد صح، لأن الواحد خلينا نقول يهتم أكثر فيها يكون عنده. وهي بعدين شوفي الإيد فيها ذاكرة العضلية، يعني مثلا أنت الحين مثلا أضرب مثال على لما كنتوا تمشطون وأنتوا صغار المشط يعلق وغيره، الحين وأنت مغمضة نفس الشيء التفريش. صح. مجرد أن الواحد يفرش مرة ومرتين وثلاث بالطريقة الصح إيده لا شعوريا راح تروح على الطريقة الصحيحة، لكن أهم شيء أنه يتم تعلم هذه الطريقة يعني من عن طريق مثلا فنيين صحة الفم أو أطباء الأسنان بالشكل الصحيح. هذه أهم شغلة، يعني دائما اللي يبدا غلط طول عمره غلط، واللي يبدا صح طول عمره صحيح. اكيد فاحنا دائما نشدد على ان نعلم الاطفال الطريقه الصحيحه. شكرا. كل اللي تعلمناه احنا من خلال الميديا والتلفزيون والافلام القديمه ان الواحد يمسك الفرشه ويروح يمين وهذه اخطر طريقه، هذه اللي تسبب لنا تآكل الاسنان وحساسيتها. الموضوع وايد دقيق لازم الواحد يهتم فيه اكثر، خلينا نقول نعلم عيالنا شلون يفرشون اسنانهم صح علشان لما يكبرون ما يعانون من هالمشاكل هذه. شكرا لك دكتور. نشكر الدكتور عادل اشكناني طبيب اسنان ورئيس اتحاد اصحاب المهن الطبيه الاهليه. مشاهدينا بعد الفاصل لنعود اخلكم معنا.